ما قلنا ما يخصنيش. روح يا ده سكن دال. عارف يا حبيبتي، انا لو مكانك ما اعملش كده. ما هو انت مش مكاني فعلا، اصل انت ما خسرتش كل حاجه، لا خسرت بلدك ولا اهلك ولا شغلك ولا صاحبه عمرك، ولا فضلت بتجري ورا واحد اول حاجه عملها سحب وعوده كلها وعينه زاغت على اول واحده شافها من اللي انت عارف هما بيتسموا ايه. ممكن، ممكن جدا، بس لازم تعرفي ان كل راجل ليه نزواته، لازم انت يكون مخك كبير عشان تستوعبي ده وتتصالحي مع النزوات دي. ليه؟ لانه في الاخر بيلف يلف ويرجع لك. لا يا حبيبي، الكلام ده لو احنا كنا متجوزين وفي بيتنا تلف وترجع لي. بس معلش انا غلطت وهتحمل غلطتي لغايه الاخر. واضح ان انت متضايقه، والدقيقة دي مش مخلياكي تعرفي تفكري كويس وتبصي الموضوع كويس. سيبك بقى من الوعود والعهود وكلام الأغاني ده، وخلينا نفصصها بالعقل. انتي هنا معايا ملكة عايشة عيشة الأغنياء، الكل تحت رجليك، عايشة مع راجل بيحبك وبتحبيه. ايه بقى؟ راجعة مصر تاني ليه؟ اوعى تفتكر يا مروان ان انا ضعيف. لا، قوتي دي هي اللي خلتك عايش في العز ده كله. ماشي يا قوي، هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك، وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام ومعكيش فلوس وما يبقاش طايقك؟ ولا هايدي ونادر؟ هايدي ونادر اللي بيدوروا عليكي عشان خاطر ينتقموا منك. انا من رايي ترمي كل دول في الزباله. انت تشتغلي وتعتمدي على نفسك. ايوه، اشتغلي بتعتمدي على نفسك، بس مين هيشغلك؟ الله، اذا كان كله عارف ان انت صاحبه هايدي اللي خنتيها، يعني اما هتشتغلي خاينه يا جاسوسه، يعني محدش هيشتغلك. انا عرفت انت هتشتغلي ايه. انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بكره تعرف يا مروان انا راجعه مصر ليه؟ شكرا. You're welcome. يا بنت انت مالك بس؟ فيك ايه؟ قومي يا بنت مالك قاعده كده عامله زي السنه؟ يا بنتي الرطوبه هتاكل عظمك. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده انت مين؟ انا على مهلك. قومي انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ ابعدي ابعدي. هي كورية زمانك؟ نعم يا اسطى. شكرا. اسمعني، انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله؟ كورية عملت لك حاجة تاني ولا ايه؟ ما عملت ليش حاجة. قولي له قولي له جيب لي بسترمة بس يتوصل يشيل منها التوم كيلو. حصل مذبحة كبيرة في المنطقة اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحة؟ مذبحة كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم، خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وتغطي كويس، اذا كنت قلقانة ولا حاجة دي كوابيس، غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي، تعالى وخلصني. مجنونه؟ جن لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها.
قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه؟ خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته، وانا هتصل بسوكا بالتليفون وافهم منه كل حاجه، وخليكي مطرحك. يا الله منين دي؟ انا تقولي عليا مجنونه يا بنت انا بس اسكت بس بدك بدك اكبر قبل انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا رب يا ناقصه؟ طمني يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف في دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه وان شاء الله يبقى كويس، ادعوا له يا رب. حرام عليك يا ابراهيم، ليه تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس؟ لا انت شبههم ولا هم شبهك. ما ياما قلت لك اهي ناخد حته ارض في ايها صحراء ونبعد عن الشر ونغني له. استفدت انا ياما تروح مني في شربة ميه كده، توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم بس. ربنا يأمري بالسلامه يا اخت كوريا، وانا هدعي له في صلاه الجمعه ان شاء الله. ما تزعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل الغلابه ابدا. يا رب يا رب انا ماليش غيرك، ما انت عارف. الطف يا رب الطف يا رب. معلش يا حبيبتي، قومي يا كوريا، قومي روحي انت اقعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايوه، وانا وسوكا حنبات مع هيما هنا للصبح، وهبقى اطمنك بالتليفون. قوم روح. فين يا خالي؟ اقطع دراعي من هنا، المكان بوظ الفقر ده وسبب في كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله لا بينا ولا علينا من ساعه ما رجلها نحس خطت البيت، واحنا المصايب نازله تلف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. ما اقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي تعبانه كوريا. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالظبط، وهي مزنوقه والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حرق قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي اهدى يا ستي، ربنا يجاوبهولك يجاوبهولنا كلنا بالسلامه، وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس انا عيانه. يا اللي بطن البقره كلها عايشه بحسك يا ابراهيم، يا اللي ما تطلعش منك العيبه ابدا يا ابراهيم. انت بتنوحي على ايه يا وش البومه انت؟ ثم انت اللي جايبك هنا اساسا؟ ليكي فيه ايه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو انت لو ريكي راجل مش متجوزه قفص ما كانش واحد سمع لك حس. اهدي حس. اهدي، الناس عيانه، الناس تعبانه. اهدي هو يا خير. خلاص يا بنت خلاص يا كوريا. يا كفر انا جعانه، يلا هتروح النار. يلا يلا يا سيدي. يا كفر وكلوني يا كفر انا جعانه. اتفضلي يا سندس، ما لقيتش غير المكرونه دي، كوريا قافله على كل حاجه جوه. شوف النمليه، خد اهو ده كان في النمليه دي مكرونه حلوه كليها. مين؟ انا مسوكة يا جمالات، افتحي ما تخافيش. ثواني سلام عليك. اهلا وسهلا، اتفضلي. سلام عليك، ازيك يا سندس؟ يوه، مين جاب الغرب ده؟ ايه دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي، دي هتاخده مني. لا ما تخافيش، كلي يا حبيبي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا سندس سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يا عيني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيألي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا، عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافرة. السفر يا عيني على السفر، انت عارفة انا عمري ما سافرت، بس اسمع يعني بالسمع كده هوت انه هو غربة، وغربة صعبة ومرة. مرة قوي، مرة فعلا. قوليلي، هو انت سافرتي قبل حادثة سندس ولا بعديها؟ بصي انا الصراحه مش فاكره، عشان انا سافرت من وانا صغيره، كان عندي 17 سنه. ياه، ده انت سافرتي وانت صغيره قوي قبل الحادثه بزمان. ده هي الحادثه كانت يمكن من 7-8 سنين. يا عيني، بيتها واولادها وجوزها كلهم النار كلتها. غراب طالل من وشها بقى القمر ده هوت غراب. طب كولي، بس انت عارفه والله العظيم دي رحمه من ربنا. علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على ولادها وعلى جوزها، اخد يا عيني عقلها وطيره وساب جسمها في الارض. بس عارفه
تحسي كده هوت ان هي ممكن تكون عايشه معاهم بعقلها هناك. شهاد ابني مال. اه يا حبيبتي ابنك. اه يا قلبي اسم الله عليك. شهاد بيحب البيض. بيحب البيض. ادري انا لقيتهم كلهم راحوا المستشفى وسابوكي لوحدك، قلت ايه اطلع اقعد معاكي شويه عشان اسليكي يعني، واخد بخاطرك واخد بحسك عشان انت غلبانه بتصعبي عليا والله. اصلا انا عشريه عشريه قوي 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 يعني. ميرسي، متشكره قوي يا تامر. شكرا. بس انا بقى عرفتي يعني يا عيني كمان انك عندك شويه ظروف. هي ايه خير؟ هو اصلا انا لما كنت في الخليج زمان يعني من وانا صغيره اتجوزت راجل، بس هو طيب قوي الله يرحمه، توفى خلاص. لا اله الا الله، الله يرحمه ويحسن اليه. هي الدنيا كده اهو. اه والله الكويس بيمشي وبتكل على الله. وبعدين احكي لي. ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني، وبس جيت هنا خلاص. يا ولاد الكلب يا ولاد الحرام. وبعدين كملي يا حبيبتي. مفيش خلاص، خلصت. هي دي الظروف. هي دي كل الظروف. اه طيب استأذن انا بقى عشان اكلم الواد ابني على التلفون علشان يطمني على الواد ابراهيم والبنت كوريا. اصل انا بقى ايه قلت هما فيهم البركه يعملوا كل حاجه. الغراب ماشي. اه الغراب ماشي يعني، هو الغراب هتنيته قاعد لك. كلي يا حبيبتي كلي. يلا سلام عليك. سلام عليك. سلامه. اتفضلي يا تا. قولي لي انا في سؤال كده محيرني. يعني انت بتقولي انك قعدتي 17 سنه هناك في قلب البلد دهيه. وبعدين المفروض انك ترطوني زيهم، لكن انت ما بترطونيش زيهم. ده اللي بيروح السعوديه يعمل عمره بيرجع يرطن، اللي بيروح الكويت شهرين يرجع يرطن، اللي يقول لك ايش تبغي وايش حالك وحياك الله. ليه ما بتقولي زيهم يعني؟ اصلا من كتر عمايلهم فيا فخلاص كرهتهم، فما بقتش عايزه اتكلم زيهم. فما ايوه 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 كده فطنيني. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. سلام عليكم. راحت فين؟ مع راجل تاني ولا ايه؟ بص طبعا انا مش هسألك اقعد ولا لا، لان انا اوريدي قعد، بس ممكن اعزم نفسي على حاجه معاك على حسابي. هو في ايه بالظبط؟ بص مش انا بنت؟ انا هقول لك على نصيحه. اوعى في حياتك تثق في واحده 100% او تسيب نفسك لواحده 100% عشان في الاخر ما تقعدش قعدتك دي. ممكن تسيبيني لوحدي؟ طب ما انت لوحدك، حتى وانا قاعده معاك انت لوحدك. على فكره انا مش متطفله خالص، بس انا شايفاك كذا مره قاعد نفس القعده دي. هقول لك على حاجه، انا من سنتين كنت عامله زيك كده بالظبط، وثقت في بني ادم 100% لحد ما اتصدمت، وبعد ما فقت فهمت ان احنا بني ادمين، عشان كده ما بقتش اثق في اي بني ادم، بثق بنسبه صغيره قوي 10% كفايه. وعلى فكره في نسبة كبيرة. يلا باي باي. خدها بالفضل، صوري الملف ده وادي لكل واحد فيهم نسخة. مش عايز اي حد من الناس اللي في الملف ده ينام ولا يصحى الا لما اعرف نام الساعه كام وحلم بايه. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. اتفضلوا. وصلت لايه في قضيه هيدا ابو طالب؟ وصلت لها؟ والله يا فندم انا عديت على ابوها وابن عمها والمحامي بتاعها وتاكدت انها مش في اي مكان تبع اي حد فيهم. وبعدين؟ حطهم تحت المراقبه 24 ساعه وابدا اتاكد انها مش عند اي حد من صحباتها. انا مش عاوزك تتاكد انها مش عند اي حد فيهم. انا عايزك تتاكد هي فين وتجيبها قبل نفتح عينينا ولا هرب بره البلد هي كمان. لا مؤاخذه يا حاج ونبي، بصها كده حاج. كوريا يا كوريا. فيها سوق حصل حاجه ولا ايه؟ ايه دي يا اختي؟ مفيش. بقول لك ايه، ابله هاجر قالت لي ان الدكتور مشي وهيجي بالليل ان شاء الله، وابراهيم حالته مستقره والحمد لله. ما تروحي انت يا اختي غيري هدومك وانا هبقى اكلمك في التليفون اطمنك على ابراهيم. طب هي قالت لك انه هيفوق يعني؟ بمشيئه الرحمن هيفوق.
ماشي خدنا بص عليه قبل ما لا 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 اتكل انت على روح انا بكلمك بالتليفون لا لازم ابص عليه لا يا كوريا التستر على متهم هارب جريمه بيعاقب عليها القانون بالحبس يعني حضرتك كده بتعرضي نفسك للحبس في مقابل ان صاحبتك تفضل هربانه تستر ايه وحبس ايه يا فندم ما انا قلت لحضرتك انا ما اعرفش عنها اي حاجه من ساعه اخر مره كنا فيها مع بعض ومن بعد اختفت اتفضلي ردي لو عايز لا شكرا ردي شكلها حاجة مهمة ألو ألو يا دينا أنا هايدي أهلا أهلا إزاي حضرتك حضرتك مين يا دينا بقولك أنا هايدي يا دينا يا دينا أنا تعبت قوي مش قادرة استحمل اللي أنا فيه دينا أنت ونادر محدش فيكم بيسأل عني ولا حد بيطمن عليا لا والله أصل كان مسافر كده يومين وكان تليفونه مقفول بس عموما يعني هو على وصول يعني مفروض طيارته تكون وصلت تقريبا من ساعة كده طيارة إيه وطريق إيه؟ يا دينا بقولك أنت ونادر ما بسألكيش عن محمد يا دينا أنا محتاجاكوا بجد أرجوك طب خلاص حاضر هبلغ أوكي يلا باي 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 إيه ده في إيه؟ أنت كمان يا دينا؟ ايه اللي بيحصل لي ده بس السلام عليكم ايه ده الموبايل بتاعي ايه مالك في ايه انت جبت ايه ورثتيه بالحياه ده لسه شحنه كارت ب10 ده ليك خلصت الرصيد كله مش كفايه وشك الفار والنصايب اللي جايه في رجليكي بارده يعني انت مصره ان انت ما تعرفيش عنها اي حاجه يا فندم دينا دي كل حاجه فين يا دينا يا حبيبي الحمد لله على السلامة وحشتني مين ده؟ نقيب ياسر عبد الحميد ما بحث أمول عم كان جاي يسألني عن هايتي وقلت له إن أنا معرفش عنها حاجة وهي البيوت مش ليها حرمة برضه يا سيادة النقيب ولا إيه؟ ولا أنتوا فتحتوا فرع جديد لتوصيل الأسئلة للمنازل؟ والله إحنا بنتعامل بشكل ودي يعني بدل ما نعمل استدعاء للمدام في النيابة هيبقى شكلها مش لطيف خالص استدعاء ليه ومديرية أمن ليه؟ إحنا مالناش علاقة بالموضوع ده واحدة وهربانة منكم تشوفوا شغلكم وتقبضوا عليها وإحنا علاقتنا انتهت بيها من زمان واستأذنك يا سيادة النقيب ما تدخلناش طرف تاني في الموضوع ده انا لا اتمنى ان انتم ما تدخلوش تاني خالص في الموضوع ده وشربت حجر عشيشة 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 مع كوك والسبع وريشة 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 ولا نكد وشربت حجر عشيشة عشيشة اوه الو ايوه يا بابا يا بنت يا نجوان ماما فين راحت شغلها الجديد امال انا بكلمها تليفونها مقفول طول الوقت ليه ما باعت الموبايل بتاعها عشان تاكل وتاكل اخواتك بتشتغل في مستشفى ب 350 جنيه في الشهر بتنظف الحمامات ما انت نهبت النهيبه بتاعتك لوحدك وسبتينا من غير ما تسألي فينا سبتينا قاعدين متبهدلين انا جايه جايه فين اروح امك راجع مصر جايبه معاك فلوس يا بت لا مش معايا فلوس انا اتخانقت مع مروان اتخانقت مع مروان امال جايه ليه انا بقولك ما معيش فلوس اخر قرش معايا دفعته في تذكره الطياره ده انا حتى ما معيش فلوس عشان اجي من المطار اللي عندكم امال عايزين اعمل لروح امك ايه اجي المطار اجيبك بتاكسي ولا ايه ليه فاكره نفسك راجع من العمره شايله ومحمله بقول لك ايه روح امك معاك فلوس تيجي اهل الوسائل معكيش فلوس ما توريناش وشك ما تجيش هنا خالص مش حاضر حاليا اعرف حضرتك مكان هايدي ابو طالب بيه لان ظهور اي حد مننا هناك دلوقتي هيشكل خطوره حقيقيه عليها لدرجه ان انا عارف المكان بس مش مهتم قوي ان انا اروح هناك او اعرف تفاصيل المكان انا ما عنديش ادنى شك وعارف كويس قوي انك بتعمل كده لمصلحه بنتي زي ما انا واثق فيك كمحامي ليا انا مستأمنك على بنتي اتفضل دول 10,000 جنيه توصلهم لهايدي تكون محتاجه المصاريف كده ولا كده حاضر هوصل لها المبلغ شفت يا عمي عارف مكانها ومخبيه عننا اسكت سوري معلش انا جايبه معايا عشان مش قادر اسوق عن اذنك احنا خلاص كده هنمشي اتفضل خير يا ابو طالب الهانم كانت تايهه ابو طالب راجل اعمال كده تليفوني عند الدكتور نادر انت عايز حاجه يلا يا عمي اتفضل ايه ده في واحده جت صباح الخير على الظرف ده
جمالات محمود عبد الرحيم عوض. اقوم لك حاجه من هنا؟ لا يا ابني خليك مطرح. يا ابله يا ابله، ازيك يا ابله؟ هو حضرتك مين؟ انا اللي سالت على ابراهيم الصبح يا ابله. اه ابراهيم بقى كويس الحمد لله، هو فاق بس محدش يقدر يشوفه دلوقتي، لازم الدكتور يشوفه الاول. والنبي يا ربنا يخليك، مش ممكن بس اخش ابص عليه بصه؟ ما انا بقول لحضرتك هو فاق وبقى كويس الحمد لله. انت شكلك كده يعني هو فاق يا ابله؟ والله العظيم فاق. يعني بيكلمك زي ما بكلمك كده؟ لا قوه الا بالله، والله العظيم زي الفل ما فيهوش اي حاجه. ربنا ربي يخليك يا ابله، شكلك كده اللهم صل على النبي وشك حلو. بعد اذنك اكلم كوريا عشان اطمنها على ابراهيم. I would like to check out in an hour, please. Thank you. يعني ايه هايدي تتصل بيكي والظابط عندك؟ وتتصل بيكي ليه اصلا؟ اسمعيني بقى كويس. التصرفات اللي بالمنظر ده ممكن تبوظ كل حاجه. واحنا اوريدي متراقبين. طبعا انت وانا كلنا. طب وانت عرفت ازاي؟ مش مهم عرفت ازاي، المهم ان انا عرفته وخلاص. طب وبعدين؟ ده لو محمد عرف مش بعيد يسيبني فيها يا نادر، انا خايفه. ما تقلقيش كل حاجه هتمشي كويس ان شاء الله. انا قلقانه على هايدي وخايفه من كل اللي احنا فيه ده. ما تخافيش يا دينا، انت مزروعه وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم، عالم عايشه في نعمه ما تستحقهاش. بقول لك ايه، انت تطلعي تنزلي تشقلبي حالنا اللي يعلم الكفر ده. انت هنا معايا ملك، هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام معكيش فلوس وما يبقاش طايق؟ انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بقول لك ايه، روح امك معاكي فلوس تيجي اهل وسهلا، معكيش فلوس ما توريناش وشي، ما تجيش هنا خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ساعة ما فات ما روحش سيرة إلا كوريا كوريا كوريا. ألف سلامة عليك يا إلهي. ألف سلامة عليك يا إبراهيم ولدي، الحمد لله المرة دي جت سليمة. بركة في كوريا يا عم شكري، هي اللي جريت بيها على المستشفى قبل ما دمي يتصفى. ما تقولش كده يا هيم، وأنا لازمتي إيه من غيرك بس؟ الله 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 الله، قاعدين في الكذا والنيل، أجيب لكم جزتين بحليب تشربوه وأنتم قاعدين. يوم يا حال بقى. بس انت ليه بقى يا ايما ما قلتش للحكومه اللي كانت واقفه دلوقتي على الواد ابن الحرام اللي عمل عامله السودة دي؟ يا عم شكري احنا حواراتنا مننا فينا، الحكومه ملهاش دعوه، النهارده عندي بكره عنده، والشارع بيحكم الكل. يا عم شكري. ايوه الو، هي حاضر حاضر جاي على طول. مع السلامه. مع السلامه. في سلام عليك يا ابراهيم يا ولدي، الحمد لله ان اطمنت عليك. معلش هسيبكم عشان ورايا مشواري مهم، حق الله صورك. ماشي. سلام يا خال. ما لكش حاجه وحشه. مشكرين يا خال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم. الله يسلمك. يبقى خلي بالك من نفسك، الناس دي بتحبك قوي. ربنا يخليك يا ابله، مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه. ما نمتش امبارح والله، طول الليل معانا والله. ربنا يخليكي لنا يا ابو هجر، زي ما بيقولوا ملك الرحمه. اه والله ملكة الرحمه. طول عمرك رايقه سكة وبتقض. انت اسمك سوكا؟ لا انا اسمي سوكا الحلواني، وفي البطاقه اسم سيد، بس الحلواني دي مش الشغله بتاعتي، انا شغلتي الحقيقه مطرب شعبي، ومن الاخر بقى كده مش مرتبط. طب الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم، لو احتجت اي حاجه انده عليا بس. شاكرين يا ربنا يخليك. وانا عكيت ولا ايه؟ هو انت هتفضل مدب مع البنات كده على طول؟ ما كنت تطلع دبلتين وتشبكها بالمره، كثافه البيت. السلام عليكم يا سوكا. مين دي؟ مين؟ أنا تعبت قوي يا دينا، مش قادرة أستحمل أكتر من كده خلاص. يا حبيبتي ممكن بس تهدي شوية؟ إحنا كلنا معاكي على فكرة، وأنا مش هسيبك ولو حصل إيه. وعلى فكرة نادر يعني بيحاول بكل الطرق إنه يخلص قصتك دي بسرعة. أنا مش فاهمة أنا هنا ليه؟ وبدفع تمن إيه؟ كل ده عشان حبيت مروان ووثقت فيه يقوم يبهدلني بالشكل ده؟ يا دينا انا بموت كل يوم ألف مره وانا بتخيل ان هو دلوقتي في حضن نجوان وبفلوسي. طب ما هو لو كان عايز فلوس كان قال لي، انا كنت اديته اللي هو عايزه.
ولا هو بيحب نجوان من الاول؟ معقول يا دينا هو كان بيحب نجوان من الاول وبيضحكوا عليا؟ قولي لي يا دينا انا هتجنن. على فكره الحمد لله انك كشفتيه ده على حقيقته. اهدي يا ست هايدي اهدي، وان شاء الله كل شيء وليه اخر. اصبر ايه وكشفت ايه؟ ده مش بس خني وسرقني، ده خلاني هربانه زي المجرمين، ده انا حتى ما بقتش انا بقيت عايشه جوه واحده ما كنتش راضيه اصلا ان انا اعدي من جنبها. عارفه بس يا هايدي اسمعي بقى، انت اقوى من كده، انت صاحبتي وانا اعرفك اكتر منك. الموضوع ده مساله وقت وهتنتهي وكل حاجه صدقيني هترجع لطبيعتها. الفلوس سابها لك انكل ابو طالب عشان لو احتجتي اي حاجه، وبعدين البطاقه دي نادر بعتها لك عشان اسمك الجديد، بس بيقولك ما تستخدمهاش غير لو اتزنقتي قوي، يعني يا حبيبتي يستحسن انك ما تستخدمهاش اصلا. وانا يا ست البنات كل الطلبات اللي انت طلبتيها والوكل وكله جبتهولك اهو. انا متشكره قوي يا جماعه، مش عارفه بجد من غيركم كنت هعمل ايه. ابله هاجر ايه محسن الصدف ديت؟ انا كنت جاي اعتذرلك يعني لو كنت ضايقت حضرتك ولا حاجه. لا ابدا ما ضايقتنيش، وبعدين انا ما اعرفكش عشان تضايقني او ما تضايقنيش، والنبي حاجه انتصار ما تبليش الارض قوي عشان ما حدش يتزحلق. حبيبي طالما حضرتك بقى مش متضايقه ممكن تقبلي مني ديت، وبشكرك يعني على وقفتك معانا، يعني مش عارف اقول لك ايه، انت بلد بنت بلد بجد يعني. انا مش محتاجه شكر ولا حاجه، ده شغلي. وحضرتك بتضحكي عليا؟ ابدا ما فيش حاجه، عن اذنك. لا بقول لك حاجه، والله العظيم ما انت ماشيه مننا الا لما تقولي بتضحكي عليا. يعني انت مش هين عليك تجيب لي علبة عصير من الكانتين، جايب لي واحده من اللي احنا بنوزعهم على العيانين. لا اصل انا اقول لك حاجه، اصل ابراهيم قال لي خد اشربها، فانا استخسرتها فيا وقلت والله ما حد يشربها الا ابله هاجر، ونبي ما تكسفيني. خدي. ماشي. استني استني. الشمينيلو عشان يعني متشكر. ربنا يخليك يا ابله هاجر. طب انا هرجع مصر دلوقتي اعمل ايه؟ لا اهلي عايزيني وانا معايا فلوس. انا خسرت هايز وخسرت نادر وخسرت كل حاجه، هنزل اعمل ايه؟ وازاي بعد كل ده اسيب مروان وما اطلعش منه باي حاجه؟ لا انا لازم ارجع لمروان، لازم اخد حقي وهاخده باي شكل. السلام عليكم، ازيك يا ابله كوريا؟ مساء الفل. بقول لك ايه، مش وقت النظرات ثاقبه، عايزين نطمن على الراجل ونمشي. الف سلامه عليك يا هيما، قلقتني عليك يا شيخ. الله يسلمك يا طاعون، ايه الورد الجميل ده؟ طول عمرك حساس. والله ما رضيت اسرقه، جايبهولك من مالي الخاص يا هيما. ده انا كان نفسي اجيلك ليلتها بس انت عارف الظروف، اخوك بقى مسجل خطر ويعيشه في القلق. وهذا اللي بيسلم عليك وبيقول لك الف سلامه عليك، وكان عايز يجيلك لولا حوار فرح اخته الصغيره، بس هو حلف ميت يمين انه ما يعملش الفرح غير لما تقول لنا بالسلامه وتقف على رجليك. الله يسلمك يا رجاله، فيكوا الخير. خير؟ خير ايه اللي فيهم؟ واحنا جالنا من وراهم الا النصايب ووجع القلب. الله هو فيك. ايه يا حاجه مالك؟ انت طلعتي منين فجأة؟ ارجعي لجوزك، انت مالك ومالنا انت؟ جرايه كوريا ما يصحش. لا يصح ونص يا هيما. ولو انت بتخاف انا ما بخافش الا من اللي خلقني. انت طول عمرك واد دغري ومتعلم وبتاع جامعه، ودول شويه ساعه وصوابع ومسجلين، لازين فيك ليه؟ عايزين منك ايه؟ واخرة المدام كنت هتروح مني في شربة مي، عشان مين ده كله؟ يا طاعون، احنا جايين نتحط علينا ولا ايه؟ وايه موضوع السوابق ده؟ ما الحال من بعض يا ست كوريا. جرايه يالا. كفايه كده يا نسر. سيب الست كوريا تجيب اللي في بطنها. انا لا هجيبه ولا هودي ولا هطلع حاجه، ويكون في علمك يا نسر مش كل من دخل السجن بقى ابن حرام، كل واحد فيكم عارف اللي فيه وعارف بلاويه، وانا كمان عارف، وثلاث ارباع اهل الحاره عارفين. اقسم بالله لو ما بعدتوا عن هيما انا راجل مش حرمه، بقول لكم هتزعلوا وزعله كبيره كمان. ماشي انت تزعل. بركه ان احنا اطمنا عليك يا هيما، وان شاء الله تقوم بالسلامه ويبقى لنا كلام سوا. سلام. سلام. مع السلامة يا طاعون. مع السلامة. خطوة عزيزة. اتعطلت يا بت ولا ايه؟ مش ليك راجل قاعد؟ ايه؟ كلمتين كانوا محشورين في زور، كنت هطرشق لو ما قلتهمش، ايه المشكلة يعني؟ كل.